أنا أحمد صلاح قرمو من قرية كفركيلة. كنا أنا وأبوي رايحين على بيت عم الشيخ نعيدين، شفت حديدة بالأرض، رفستها وإجري فجرت علي وغمي علي، خدوني على باب الهواء إسعاف، وفقت الصبح لقيت مبتورين إجري. لقينا أحمد مرمي بالأرض والدم عم بيجري منه، وإجري متفتتين مبتورين من تحت الركبة. أخذناه أسعفناه على باب الهواء، ضمدنا له الجروح، ضبطنا له ياهون، جبنا بعد ما خرجونا من المشفى رجعنا على البيت، ركبنا له أطراف عادية. نحن هنيك عم ندربه بالصالة الأطراف، يعني المركز الأطراف، يعني تفشكل انطب انكسر فخده. بعدين رجعنا جبرناه، ركبنا له صفايح في فخده الأيمن، وبسبب المصروف الغالي في تركيا رجعنا اضطرينا نرجع سوريا. بنتمنى انه يرجع، انه نقدر نأمن له كرسي كهرباء، لانه الطريق عنا هون في القرية بشع كثير، من الصبح ناخده وندفشه على المدرسة وبالرجعة من الرجعه، والكرسي هذا العادي ما يعني ما بي طرق هون بشعة انه ما بيزبط. بتمنى انه نأمن له كرسي كهرباء او نركب له اطراف. بتمنى لما عبروه بالمدرسة بشوف رقاتي بيلعبوا الطابة، بتمنى أعيش حياتي الطبيعية والعب معين.